كان الظلام يخيم على ميدان حرب، لكن بالنسبة إليها لا مكان هنا للحذر. فرغم صغر حجمها إلا أنها تتسلح بفم فتاك يستهدف أكثر من 80 نوعاً من المحاصيل، لتصنف كأخطر آفة عابرة للحدود على ظهر الكوكب. أول دقة من ناقوس الخطر، لكنها لا تسمع. تضع فراشة دودة الحشد الخريفية قرابة 200 بيضة على سطح الورقة السفلي، وفي غضون 3 أيام تكون أول يرقة مستعدة للنيل من أهدافها الخضراء بضراوة. تلتهم ما يتاح لها من غذاء، وإن تعذر ذلك تأكل بعضها بعضا. تمد اليرقات خيوطها الحريرية كما يفعل رجال الصاعقة، لتهبط باحتراف إلى ملاذ آمن بين أغماد الأوراق، مما يجعل وصول المبيد إليها أمرا صعبا. نقطة انطلاق مثالية لإلحاق الدمار بأحد محاصيل الحبوب الاستراتيجية في القارة السمراء، التي تكبدت خسائر قدرت بمليارات الدولارات منذ ظهور هذه الآفة بحقول إفريقيا عام 2016. تستهلك مصر 15 مليون طنا من الذرة الشامية سنوياً، حيث يمثل المحصول 70% من مدخلات صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. يخيم الهدوء على هذا الحقل، لكن البعض يرى أن الحركة هي الهدوء، فيخفي هذا الصمت الرهيب خطراً فتاكاً يحتاج إلى عدة أيام فقط ليعلن حضوره المدمر. وكأنه وابل من الرصاص أطلق بشكل عشوائي على جدارية خضراء. أول ما لقينا دوت الحجر لقيناه، فالمهم خدنا بعضنا ورحنا للمهندس وصفنا اللي هي المبيدات، رشناها ونص المحصول راح، فدينا يعني وقلنا الحمد لله ربنا يعوض، ولو ما لقيناش حل ليها تاني هنسيب الأرض كده. رأس يحمل حرف واي بالمقلوب، وأربع نقاط سوداء عند مؤخرة اليرقة في شكل مربع، وخطوط جانبية ممتدة بلون أبيض مائل إلى الصفرة، علامات ظاهرية تتميز بها الآفة الأمريكية الموطن عن غيرها من الآفات. يكتمل نمو اليرقة بجيلها السادس حتى تسقط إلى التربة أو بين الأوراق لتبدأ مرحلة التعذر. هذه التقلصات التي تنتاب اليرقة في أثناء التعذر تساعدها على خلخلة التربة لدفن نفسها في خندق على مسافة تقيها أي خطر محتمل. وخلال 14 يوماً تنطلق الحشرة الكاملة لتقطع مئات الكيلومترات الجديدة لتزيد من تهديد النبات والبشر معاً. استدعت خطورة تلك الآفة إطلاق حراك عالمي لمكافحتها بأسلوب أيكولوجي شامل يعتمد على أساليب المنع والوقاية واحتواء الآفة ومراقبتها لقصر دورة حياتها وسرعة انتشارها وقدرتها على اكتساب مناعة مقاومة لبعض المبيدات والبكتيريا.
ورغم تعدد أساليب المكافحة لتلك الآفة، فإن استخدام الأعداء الحيوية مثل المتطفلات والمفترسات الطبيعية سجل نجاحاً في مجابهة هذا الخطر. طفيل التيرينوماس ريموس الذي يتطفل على بيض الدودة يعول عليه كثيراً خبراء الزراعة في مصر لإبقاء نشاط الآفة دون مستويات الضرر الاقتصادي. يصبح التيرينوماس محور اهتمام خبراء الزراعة بمصر إلى جانب بعض المتطفلات الأخرى مثل التريكوغراما. وتحتضن محافظة سوهاج بصعيد مصر معمل إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية لمكافحة دودة الحشد الخريفية. يعمل الدكتور حسام الجبالي مع فريق من الباحثين والمساعدين على إجراء عديد من الأبحاث والتجارب المعملية المتعلقة بالطفيل والبحث عن متطفلات أو مفترسات أخرى يمكن الاعتماد عليها بشكل علمي في الحد من انتشار الآفة التي بات القضاء عليها أمراً مستحيلاً على مستوى العالم. احنا بنحاول نقوم بالتربيه الكميه لطفيل التيرينوماس اطلاقه في البيئه لمكافحه بيض الحشد الخريفيه والباقي الاعداء الحيويه الموجوده في البرسيم قد تكون كفيله بباقي الاطوار، بالاضافه ان احنا هنا برضه بنربي الاعداء الحيويه سواء مفترسات او انواع اخرى من الطفيليات. استخدام توليفه من الاعداء الحيويه ده هي ضد الحشد الخريفيه طبعا ده هيكون في الجلوبال اكشن او هيكون قدام في اكثر من توليفه عشان يكون في توصيه مناسبه. ومن أنسب الطرق النقل الأفكار أو نقل ثقافة المكافحة المتكاملة للفلاح المصري ربما يكون مدارس المزارعين الحقلية اللي تم تجربتها سابقاً على إدارة دودة الحشد عامة، ومن خلال أفكار المزارعين مع بعض بالفعل إحنا وجدنا عندهم أفكار جيدة جداً من خبراتهم المتراكمة، منها على سبيل المثال إنه جنب النجوى اليدوية لقوا على البيض وده قلل معاه على الأقل رش أو رشتين. أصبحت الأمراض والآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود وسط تغيرات مناخية عديدة مصدر قلق كبير في عالم اليوم المترابط، الأمر الذي بات معه تكاتف الجهود الدولية للحد من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي أمراً ملحاً. في الوقت الذي لا يزال قرابة 300 ملايين شخص في إفريقيا معرضين لتداعيات الدمار الذي قد تلحقه دودة الحشد الخريفية بأمنهم الغذائي، لا سيما وأن التاريخ والحاضر شاهدان على حشرات هددت بقاء البشرية على مر العصور.